طلع رفاق وليد الكارتي امام الفتح رباط اليوم. مباراة على الورق تبدو متكافئة، مباراة ستحسم بالجدية بالمثابرة بالتركيز التام. تسديدات بسيطة ستحسم تفوق اليوم. هنا خارج المراكب الرياضي محمد الخامس الاحتفالية من طرف بعض جماهير الرباط يحتفلون قبل انطلاق هذه المباراة في صور جميلة وجميلة جدا. تقديم الدعم للمجموعة، تقديم الدعم للوداد، تقديم الدعم للنادي لكي يقطع شوط مهم نحو الصدارة، نحو الزعامة، ولو أنه كل شيء مؤجل. حسابات الصدارة تظل مؤجلة. أكيد أننا سنتابع دوري قمة في التشويق، دوري الستة هذه السنة. أجواء جميلة تسبق هذه المباراة، ولو أننا نفتقد للجماهير العاشقة، نفتقد لمن يحبون، لمن يعشقون كرة القدم. نفتقد اليوم للزاد المعنوي، للدعم النفسي، للحماس الرهيب.